طيب خلينا نروح لامبارح، ماتشات كانت مهمة، وهبدأ بماتش يعني بولندا وفرنسا. وتعرف في بعض الناس ما بيلهاش حب قوي، يعني مش بتميل لمنتخب عن التاني، بس برضو ناس زعلت على منتخب بولندا لان كان في مشاهد مؤثره، وابن الحارس بتاعهم لما قعد يعيط وكان بيواسيه، يعني كان في مشاهد برضو. انت شفت المباراه من الناحيه دي ازاي؟ وفي نفس الوقت فنيا هل كان متوقع اصلا فرنسا؟ صح، مش ممكن مبابي يعني. هو طبعا المتوقع، احنا دلوقتي على فكره خلاص خلصنا بقى من شهر العسل، واحنا داخلين دلوقتي في على الجد بقى. وفي النتائج المنطقيه بقى، يعني المفاجات هتقل جدا. انا ما اتوقعش ان يكون هيكون في مفاجات تانية كتير، يمكن مفاجاه واحده بالكتير في القادم من كاس العالم. يعني بولندا احنا طبيعي كبشر بنتعاطف دايما مع الطرف الاضعف يعني، فكان في مشاعر طالعه ناحيه بولندا، الناس كانت متعاطفه مع منتخب صغير صحيح. بيعمل نتائج كويسه وعمل مفاجاه اصلا بانه صعد لدور ال 16 قبل وحش فرنسا، فكانت مباراه تقيله عليهم جدا، كان متوقع خروجهم. هم حتى اللعيبه لو شفنا ليفاندوفسكي بعد الماتش وكان مبتسم حتى بعد ما جاب الجون، واللعيبه فرحت بالجون اللي هو جابه رغم ان هم كانوا خسرانين 3. ده يوصل لك هم قد ايه كانوا شايفين ان هم عملوه اصلا ان هم يوصلوا لدور ال 16 انجاز ويسجلوا كمان في دور ال 16، فهم عملوا اللي عليهم. كانت لقطه مؤثره جدا بتاعت تشيزني وابنه بعد المباراه وهو بيواسيه، الحقيقه الناس تعاطفت معاها بشكل كبير. حرام، ما كان عمال يعيط يا تشيزني عزمان. كمان عمل بطوله مميزه جدا جدا صحيح جدا. صحيح، في الفتره اللي فاتت كان بيتهاجم شويه من جمهور اليوفي، وهو مش بيعد من حراس الصف الاول في العالم، لكنه من الحراس الجيدين الحقيقه. السنه دي او في كاس العالم ده قدم مباريات كبيره جدا وعمل اداء فردي كمان ممتاز جدا في الفتره دي، فيمكن ده خلق كمان حاله اكبر من التعاطف معاه. بشوف ان الفتره الجايه هتكون نتائج اكتر منطقيه، المنتخبات الكبيره هتكون فرصها افضل. امبارح فرنسا قدمت شو الحقيقه، او كيليان شو زي ما بنقول، يعني مبابي عمل شو خطير، لعيب متكامل لدرجه الاستفزاز الحقيقه يعني. عارفه الايدل يعني، لعيب ما فيهوش غلطه، جناح ما فيهوش غلطه، سرعه، مهاره، قوه، بيقدر يتصرف في المساحات الواسعه وبيقدر يتصرف في المساحات الضيقه، الفينش بتاعه على الجول ممتاز ومبهر. ونشوفوا الفرق ما بين الجولين اللي جابهم رغم انهم من نفس المكان، واحده الاولانيه حطها في البعيده، جه في الثانيه تشيزني توقع ان هو هيحطها في البعيده برضو قام حاططها له في الضيقه، فهو عنده سرعه في التفكير وسرعه في رد الفعل وجوده في الفينش الحقيقه مش طبيعيه. هو دلوقتي هداف يعني المونديال تقريبا بيتنافس عليه، اللي هو خمس اهداف لحد دلوقتي، صح هو كده؟ هو 5 اهداف، هو المتصدر، وفي 6 لاعبين بعده سجلوا 3 اهداف منهم فالنسيا، وده خلاص غادر البطوله، ففي 5 كمان وراه منهم ميسي وهاريك وراشفورد واكتر من لاعب كمان، جاكوب بتاع هولندا على ما اتذكر، كل دول جايبين في 5 لعيبه كمان ميسي مكملين تسعة معاه على جايبين حسب 3 اهداف. ما اتذكر الارقام 9 تقريبا، كان محقق 9 اهداف، 9 اهداف في كل تاريخه في في كل كاس تاريخه في العالم. المونديال. لا بس يعني حاجة روعة بصراحة مبابي.